المعطلة هم الذين عطلوا النصوص التي تثبت صفات الله عز وجل. وهؤلاء المعطلة أشهرهم ثلاث فرق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ومن ثم فإن نصوص القرآن يحرفونها فلا يستطيعون أن يردوا شيئا منها، وذلك لأن القرآن ثبت بالتواتر فلا يمكن أن يقدحوا فيه، فيكون سبيلهم في نصوص القرآن أن يحرفوها. لا نقول إنهم يؤولونها لأن التأويل كلمة حسنة، فهم عند نصوص القرآن دأبهم التحريف. وأما في نصوص السنة الثابتة في الصحاح كالبخاري ومسلم فيقولون إنها خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يقبل في العقائد، يقبل في الفروع، يقبل في الزكاة، يقبل في الصوم، الصلاة، نعم، أما فيما يتعلق بالعقائد فلا. من ثم فإنهم نصروا القول بأن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد بل يردونه.